الأحداث وآخر المستجدات في موعد وحيد. البلاد اليوم أول من يعلم. أخبار البلاد، التحاليل، تغطية شاملة داخل تونس وخارج، مراسلين من قلب الحدث. في البلاد اليوم تعرف اللي صار وأكثر. نص النهار ودرج على موجات أم الإذاعات. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا. الموعد يتجدد مع برنامج البلاد اليوم، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 ومجموعة أخرى من العناوين والمستجدات الوطنية والسياسية. كامل فريق البرنامج جاهز لتأمين هذا الموعد. سمير الفرشيشي في التنسيق الإخراج التقني مع أيمن التنفوري والإخراج المرئي. رافقنا فيه شاكر بالقاسم وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم. يرافقني في الكرونيك العادة والتحليل السياسي قاسم الغربي المختص في الفلسفة السياسية. برنامج البلاد اليوم طوب بدأ، مرحبا. اليوم مع كوثر بن دلالة. وكالعادة مجموعة من العناوين نتناولوها بالتحليل والتفصيل. مش نحكيو اليوم سياسة في عناوين البلاد بعد شوية. مرصد الشفافية والحوكمة رشيدة يقاضي عبير موسي، والكتلة النيابية الحزب الحر الدستوري يطلب رفع الحصانة عنا عبير موسي. الأسباب بعد شوية نتابعوها وأكثر تفاصيل. مش نحكيو زيدا اليوم فيما يتعلق بالشأن الوطني تحديدا. نمشيو الرواد، عملية تحيل متحيلين يستغلوا في الوضع الوبائي في رواد، يتحيلوا على الناس وعلى سكان الجهة. التفاصيل بعد شوية. جينا مع رئيس بلدية رواد سيد عدنان بوسيدة، نحكيه في كلام في السياسة بعد شوية. على المشهد البرلماني الجديد، الخريطة البرلمانية، التحالفات البرلمانية، بالفعل هو مشهد سياسي جديد. النهضة قلب تونس ائتلاف الكرامة. مش نحكيه زيدا على جبهة برلمانية، هل هي تحالفات الضرورة أم اختيار؟ بعد شوية جينا الإجابة مع السيدة شيراز الشابي النائب مجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس. كل هذا وأكثر في برنامج البلاد اليوم. وكالعادة البداية بالبلاد في عناوين. البلاد في عناوين. البلاد اليوم. أهلا وسهلا بك قاسم ساعة. أهلا بيك. تحية طيبة. عايشك. بهدوء نسبي اليوم يسبق العودة البرلمانية اللي باش تكون في أكتوبر القادم. أهم ما يميز الساحة السياسية في كلمتين بشكل مختصر. اليوم نحكيه على ربما فما ناس تدعو إلى وحكات، معنى في وقت سابق إلى تعديل وزاري مرتقب. فما ناس تدعو إلى هدنة سياسية تقول لك مش قبل عام، وكان السيد حسون الناصفي أكد على الشيء هذا. فما وزراء لازمهم يخدموا على رواحهم. الوضعية العامة في البلاد على المستوى السياسي، شوف قراءة سريعة، أنا نقول أنه الحكومة ربما عندها فرصة الآن لتشتغل بشكل هادئ. حتى الأحزاب التي صرحت أو الأحزاب التي لمحت إلى إمكانية إحداث تغيير وزاري بشكل خليني أقول متسرع في المدة القادمة، أعتقد أنه الآن هدأت العاصفة بين قوسين. وما نعتقدش انه احنا قادمين على تغيير وزاري في المرحلة القادمة. اعتقادي انه وزاريا فيما يتعلق بالحكومة نحن مقدمون على مرحلة هدوء قد تمتد الى بضعة اشهر، خاصة انه حتى الشريك الاجتماعي يعني بالإضافة للأحزاب الشريك الاجتماعي لديها رغبة ربما في التهدئة مع هذه الحكومة المستقلة على كل حال وحكومة التكنوقراط. في أخبار البلاد فقط كان تسمح كوثر ملاحظة سريعة مقابل ذلك، أعتقد أنه ربما ستكون هناك عودة برلمانية فيها الكثير من التقلبات السياسية. مع مشهد برلماني جديد. في أخبار البلاد نحكيه اليوم عن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يقاضي عبير موسي والكتلة النيابية للحزب الحر الدستوري. أكثر تفاصيل يوفينا بها الأستاذ نزار التومي. أهلا وسهلا بك. اهلا مرحبا. شكرا لتلبية الدعوة استاذ نزار. اليوم نحكي عن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة اللي باش تقاضي عبير موسي والكتلة النيابية، وفما دعوات وصلت حد رفع الحصانة. اعطينا الاسباب. شكرا مرة اخرى على الاستضافة، وارحب بجميع الحاضرين والمستمعين. تم تكليفنا من قبل مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة كفريق دفاع بتقديم شكايات ضد الكتلة البرلمانية للحزب الحر الدستوري، وعلى رأسها الناطقة الرسمية باسم هذه الكتلة السيدة عبير موسي، وذلك
في ثلاث مستويات: شكاية في جرائم الحق العام وبالأساس جريمة تعطيل العمل البرلماني داخل المؤسسة التشريعية، والجريمة الثانية أو الشكاية الثانية تتمحور أساسا في الفساد المالي المتعلق بعبير موسي. والشكاية الثانية التي تقدمنا بها، كنا قد تقدمنا بها إلى القطب القضائي للإرهاب، حيث ارتأى فريق الدفاع أن هنالك جرائم إرهابية تتعلق بهذه الكتلة أساسا في معناتها تعطيل عمل المؤسسة البرلمانية الذي يعد شكل من أشكال الإرهاب التي تمارس فيه هذه الكتلة على الدولة. معناها تعطيل العمل في البرلمان هكا يصنف جريء، معناها عمل إرهابي هكا أستاذة؟ لا لا لا، ليس عملا إرهابيا بصفته، لكن تعطيل مؤسسات الدولة هو الفصل 13 من قانون الإرهاب لسنة 2015 كله وموضوعه يتمثل بالأساس على أن كل فعل من الأفعال الإرهابية التي تحمل أو تجبر الدولة على فعل أو ترك أمر من علائقها. هذه الكتلة البرلمانية داخل هذا المجلس تسعى بكل الطرق إلى تعطيل مؤسسة سيادية وهي المؤسسة التشريعية على ترك أو معناتها منعها من ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها بالدستور التونسي. واضح، به نتفاعلوا مع بعضنا. قاسم عنده سؤال. أنا عندي سؤال في علاقة بالنقطة الثانية، نقطة ما اعتبرتموه فساد مالي. ما هي طبيعة المستندات أو الأدلة اللي تثبت فساد المالي لكتلة أو لحزب الدستوري الحر؟ هو في الحقيقة التشكي الذي تقدمنا به إلى القطب القضائي المالي كان في شخص عبير موسي لا غير، وليس كتلتها البرلمانية. وأساسنا أساس هذا التشكي هو الأمر الذي تعلق بشخصها عند الأمر غير المنشور الذي تم تكليفها من خلاله بمعتها في الوزارة الأولى سنة 2010. هذا الأمر الذي كلفت عبير موسي بصفتها الحزبية بوظيفة داخل الوزارة الأولى كمكلفة بمهمة داخل الوزارة الأولى، وهذا الأمر هو أمر غير منشور، وهذه معناتها التكليف اعتبرناه جريمة فساد مالي، لأن السيدة عبير موسي نعلم جيدا أنها في تلك الفترة هي محامية، ولا يمكن الجمع بين تلك الوظيفة أو تكليف ذلك تلك المهمة بالوزارة الأولى وصفتها كمحامية. ومن خلال هذا التكليف قد استنفعت وتمعشت بالعديد من ملفات المؤسسات الدولة التي كانت تنوب فيها بصفتها الحزبيه وبصفتها كمحامي. استاذ لهنا الحقيقه معناها بالضروره نسال اليوم، لانه معناها اليوم فما سته محامين كلفهم مرصد الشفافيه والحوكمه الرشيده انهم يقاضيوا ولا يشكيوا بعبير موسي. علاش عبير موسي بالذات وقت اللي نحكيوا مثلا اليوم على برشا شخصيات سياسيه متهمه بالفساد وغيرها الحقيقه من التهم، فما احزاب زاد متهمه بالارهاب والضلوع في جرائم ارهابيه. نحكيوا على عبير موسي ماهيش استثناء في البلاد، وقت اللي فما شخصيات اخرى محامين وعندهم صفه مهنيه اخرى وقاعدين يجمعوا بين نشاط المحاماه والصفه المهنيه نتاعهم. هو المرصد الشفافيه والحوكمه الرشيده قد كلفنا بالقيام بهذا التشكي ضد هذه الكتله البرلمانيه والناطقه الرسميه باسمها. انتم ما طرحتوش السؤال علاش عبير موسي بالذات دون غيرها؟ أنا حبيت نكمل فقط الفكرة متاعي. حبيت نأكد اللي المرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة تقدم بالعديد من الشكايات ضد العديد من المسؤولين والسياسيين، وقد قام بتقديم شكاية منذ 3 أشهر ضد السيد شوقي طبيب، وتعهدت الفرقة الأولى بالحرس الوطني بالعوينة بالبحث والتقصي في هذه الشكاية. وكذلك تقدم هذا المرصد
بشكايات ضد هيئة الانتخابات وضد حتى ولاية تونس. فالمرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة هو جزء من هذا المجتمع المدني الذي له الحق في ممارسة الرقابة على السلطة أو على البرلمان أو على السلطة القضائية أو على هيئات الدولة. وبالتالي هو المجتمع المدني في تشكلاته المدنية كجمعيات يمارس في رقابته الطبيعية على الجميع. معناتها ليس فقط على شخص دون شخص او حزب او تيار بعينه. اليوم نتحدث على 6 محامين مره اخرى نذكر اللي كلفهم مرصد الشفافيه والحوكمه الرشيده، ثلة من المحامين هذوما اللي باش يقاضيوا عبير موسي. هل انه تم رفع الطلب مباشره للبرلمان لرفع الحصانة عن عبير موسي فقط والا على نواب اخرين في كتلتها؟ هو في الحقيقة ليس ست محامين بل 9، هو فريق 9 يتكون من 9 محامين. أي. وتم هو طلبنا الرئيسي في 3 شكايات هو رفع إحالة هذه الشكايات على البرلمان حسب الفصل 27 من النظام الداخلي لرفع الحصانة على النائبة ونواب الكتلة البرلمانية للحزب الحر الدستوري حتى تتمكن النيابة العمومية من البحث والتقصي في هذه الجريمة. فطلبنا الرئيسي والأساسي هو رفع الحصانة. هذه الحصانة ليست حصانة مقدسة وليست حصانة معناتها مسترسلة لا يمكن رفعها. نحن طلبنا الرئيسي هو إحالة هذه الشكايات على البرلمان للنظر في رفع هذه الحصانة حتى تتمكن النيابة العمومية من ممارسة صلاحياتها القانونية. واضح، شكرا جزيلا ليك الأستاذ نزار التومي. من بين 9 محامين اللي كلفهم مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة برفع شكاية في حق عبير موسي وأيضا طلب رفع الحصانة عليه من البرلمان، شكرا جزيلا ليك مرة أخرى. نقرأ اليوم زادة قراءة سياسية، هو الأستاذ نزار يقول قسم أنه مش فقط عبير موسي بل حتى شخصيات أخرى، فما مثلا شوقي الطبيب ولكن زادة عندها ترجمة سياسية بالضرورة حاجة كي من هكي. ونعرفوا زادة موقع عبير موسي في البرلمان، نحب نذكر زيدا فما معلومة تقول بارح لي عبير موسي قاعدة معناها تتقدم أشواط كبيرة في ما يتعلق بنتائج صبر الآراء وحضورها في الانتخابات القادمة. طبعا ما نجموش نتغافلوا على الجوانب السياسية أو الأبعاد السياسية لهذه القضية. منطقيا يعني إثارة هذه القضية الآن هي بالضرورة في علاقة بالتوجه السياسي أو الخط السياسي لعبير موسي والحزب الدستوري الحر. وربما هذه القضية إن ثبتت، بطبيعة الحال احنا لسنا جهة قضائية، احنا مهمتنا فقط هو التعليق على الخبر وإذا كان الخبر موجود نذكروه. إن ثبتت هذه ستكون لديها أيضا انعكاسات سياسية مهمة جدا في المستقبل القريب في تونس. شكرا لك. ما زلنا مواصلين قاسم، نمشي مباشرة إلى رواد به يقولوا لي المكلمة ما زالت مش حاضرة، ولكن أنا هنا نحب نعرج ونفتح قوس في كل ما يتعلق بالعمليات الإجرامية اللي قاعدة تشوفها بلادنا، بركاج من هنا، محاولة قتل من غاديكا، بعد معناها القيام بعملية سلب، الناس اللي قاعدة تمشي ماهيش مطمئنة في الشارع. هل إنه إذا عندها ارتباط بالاستقرار السياسي وإلا لا بالضرورة لازم نفصله هذا عن ذاك؟ لا، ربما الأغلب هو أو الأقرب للمنطق حسب وجهة نظر متاعي بطبيعة الحال هو أنه هذا عنده علاقة بالوضع الاجتماعي أكثر. لأنه كل ما تكبر نسبة الفقر، كل ما البطالة، المظاهر الاجتماعية هذه الكل تكبر نسبتها وتواجدها في المجتمع، كل ما بطبيعة الحال بعض المظاهر الإجرامية تتطور وتتفاقم في البلاد. من بين المظاهر الإجرامية مجموعة من المتحيلين يستهدفوا في متسكني رواد بتعلة التعقيم، قاعدين يستغلوا في الوضع الوبائي باش يتحيلوا على العباد. تفاصيل العملية مباشرة يوفينا بها السيد عدنان بوعسيدة رئيس بلدية رواد، أهلا وسهلا بك.
اهلا وسهلا بك، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين اذاعه الشباب. اذاعه الوطنيه سي عدنان، واحنا في الاذاعه التونسيه ما يسالش مش مشكل. اليوم كل الشباب كل ما يمتعنا زاد نتاع الوطنيه زيدة. اكيد اكيد زملائنا نحيوهم الكل. الجديد يجينا للاسف اليوم من رواد بخصوص مجموعه من المتحيلين، وفما رساله ايضا رفعتها بلديه رواد للمتسكنين، تحذير هو مش رساله. تحذير هو للأسف الشديد. تعرف احنا التونسي أبدع في التحيل، يعني السنة الفارطة كانت قضية التحيل في رواد هو كانت قبور وهمية. كانت مجموعة بنات قبور في منطقة في الجبلية على أساس قبور قديمة وكل شيء باش يتحيلوا ويقولوا لجبانا ملكنا وأصحاب الأرض، وكان القرار وقتها خذيناه ومشينا ونحينا القبور هذيك وهي أرض ملك الدولة. السنة الناس استغلت الكوفيد وظهرت الكوفيد وخوف الناس بالتعقيم وكل شيء، يعني فما فئة معينة من شباب في المنطقة تعرف اللي آلات التعقيم تلقاها حتى عند اللي تهاب بصيانة الحدائق والفلاحة، يعني فما المرشات الصغار اللي تحطوا على الظهر دونك سالين عاملين فيهم شوية مواد ويدقوا على الناس ويدوروا يقولوا احنا احنا جماعة التعقيم متاع البلدية، فهمت دونك يلزمنا نعقموا، فما الكوفيد وفما الوباء ومنتشر وهكا واحد، يعني الانسان يحطوا له يطيحوا له كيما نقولوا الماء سمحني في اي هذاك هو الماء في ركيبه، يعني كل شيء يقولوا ما يتفضلوا كل شيء ويقولوا له باش نداويوا لك الحشرات وما شنو، من بعد ما يداويوا كل شيء يقولوا لا يعطينا فلوس. وتخيل انت تبدا مثلا امراه وحدها وتولي تخاف وتخلص وتدفع وكل شيء، جاتنا التشكيات من النوع هذا. قديش تشكيات بسي عدنان معناها باش نعرفوا على الاقل نعملوا قراءه في الارقام؟ والله شوف هو احنا الحمد لله في منطقتنا كمان فما شعب واعي وفما صفحات الفيسبوك اللي هي موجوده كما نقولوا حسب المنطقه، فما مثلا عندنا صفحه الفيسبوك نتاع حي الغزاله، فما عندنا صفحه الفيسبوك نتاع حي الشاكر نتاع المخيلات نتاع رواد نتاع جعفر كلهم، وتحطت في الفيسبوك العمليه هذه في فيسبوك الغزاله من يا تروا جور، وما انتبهناش في الحقيقه في الكرات فيسبوك حتى جاءنا تشكيات للبلديه، ناس جاتنا وجاتنا جابت لنا رقم نتاع هاتف نتاع واحد اللي زاد يزيد يعطيهم الرقم نتاع التليفون نتاعه. قمنا بتحرير عريضه لوكيل الجمهوريه فيها رقم الهاتف وكل شيء باش قدمنا شكايه واحد وخرجنا التحرير هذاك، يعني وقت وصلت لنا المعلومه متاكده، على خاطر ساعات معلومه من الفيسبوك ما نجموش ناخذوها، تجي تقول تكون فيك نيوز. صحيح صحيح التحري مطلوب. جاتنا المواطنين وجاونا وعلمونا وقتها، احنا خذينا الاجراءات اللازمه فهمت لمتابعه هذوما الساعه الناس قضائيا، فهمت نحملوهم المسؤوليه نتون شويه خاطر هذا يسيء بسمعه الساعه اعوان النظافه واعوان البلديه، فهمت خاطر انت اليوم كانت تولي البلديه هي بيدها متحيل عليك يا خيبه المطعم، واللي هي نعرفوا اللي البلديه هي هيكل عمومي يعني مش مؤسسه خدماتيه مجان، ومع العلم ان البلديه ما عندهاش خدمه للمناسل الخاصه. يعني احنا حتى في التعقيم نعقموا المؤسسات العموميه كمكاتب البريد، المدارس، الشرطة، الحرس، البلدية بحد ذاتها. سي عدنان قديش قيمة المبالغ اللي ياخذوها على المواطنين؟ والله وصلوا حتى ل 450 دينار. 450 دينار. على كل حال نختم معاك سي عدنان، التحذير لمتساكني رواد بشكل خاص. لا ولكن مش كان متساكني رواد، لو صارت في الزهرة وفي رد. فلا بالضبط، وللناس الكل اللي تسمع فينا البلديات ما تخصصش فرق فردية، يعني باش تمشي للمنازل بشكل فردي باش داوي، دونك مهم جدا توخي الحيطة والحذر. شكرا جزيلا ليك سي عدنان بعصيدة رئيس بلدية رواد لمتسكني رواد وغيرها من الولايات، انتبهوا خذوا حذركم من عمليات التحايل اللي تستغل الوضع الوبائي. نص نهار و24 دقيقة على الموجات الإذاعة الوطنية التونسية، يرفع الآن إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. نهار 27 دقيقة على